مروان عيد البلوشي متسابق موتوكروس بلش في 2011. كنت هاوي اللعبة، ما كنت ناوي اني اكون متسابق ولا اميل اني اكون محترف. في 2011 سكت في حلبات صغيرة وبسيطة، فكلمني محمد البلوشي قال لي شو رايك تكون متسابق؟ أول سباق لي كان في جبل علي، وبعدين بديت أسابق خلاص، حبيت اللعبة، يعني أحب أسوق كل يوم وأتمرن عشان أكون محترف. كنت أحب الدراجة وأنا صغير، وكنا أسوق دراجة في البار وهاوي، وكنت ألعب كرة. في 2011 شفت لا أني أميل على الدراجة أكثر عن الكرة، فسبحان الله كبرت معاه الحب. أول شيء بديت ب 450 سي سي، بعدين البلوشي قال لي لا هاي كبيرة عليك، خذ ال 250 عشان تتعلم وتكون أسهل. أخذت ال 250، قمت أدخل فئتين MX1 MX2 عشان أتطور، عشان أتأهل إلى سباقات اللي هي برا الإمارات، وتميت على 450 لين اليوم. الإمارات كلها بر، ونحن كإماراتيين عارفين البر ونحب نسوق دوم، فأحب أتمرن في البر، والحمد لله محمد سوى حلبة في البر عندنا، يعني مكان وايد جميل. يوم من أطلع البايك أحس بشعور ثاني، تنسى كل شيء. في كل بيت إماراتي كل حد عنده بايك، البايك مثل متعة، لأن هالشيء أنت تحبه وأنت صغير، وين إذا أنت تتي مكان وتعرف القوانين وتعرف شو الأساسيات الدراجة، شو يعني هلمت سيفتي، وتي في مكان منظم، يوم تلبس الهلمت تحس إنك خلاص أنت بطل، تنسى كل شيء خلاص، وقت تمرين وقت شيء فن نسويه شيء جميل. سابقت بطولة العالم، أحرز المركز الثالث في باها. هي سابقت في البرتغال، إسبانيا، المجر، الإمارات، وكانت أول بطولة لي أحرز ميدالية في العالم، وهاي كان حلم. وكنت أقول دوم حق أخوي محمد، أقول له في يوم من الأيام أنا راح أحصل أول أو ثاني أو ثالث في بطولة العالم، قال لي نعم لكل مجتهد النصيب. فايز في بطولتين في رالي حايل في سنة 2018-2019، خلصت أول، و2020 خلصت الثاني، ومحمد كان الأول، كانت البطولة بيني وبينه. وفي الإمارات الحمد لله عندي باها اللي كان ينظمه سعاد محمد بن سليم، خلصت فئة الـ 500 خلصت الأول. آخر بطولة فئة اللي أنا مشاركنا حصلت الأول، والميداليس الثاني أبرول خامس. أنا أشارك ببايك اسمها TM، دراجة جديدة، وأنا قاعد أتمرن عليها عشان أطور من الدراجة وأطور من نفسي. 450 سي سي، سرعتها توصل لين 160-150، وهي مخصصة حق البر، سسبنشناتها وايد حلوة، ووزنها ما يقارب 100 كي. والحمد لله إحنا هني في MX رايد، عندنا MX أكاديمي، ندرب من 5 سنوات حتى 60 سنة، وأحلى شعور يوم تدرب الأطفال. يكون أول شيء له حماس، وأول مرة يسوق بايك، فيما لبس الولد الصغير الهلمت أعطيه كورس أقول له وقف راحة، يقول ما بارتاح أبغى أسوق أحب ألعب، هو الولد يحس إنه هو بطل. حتى الصغار الموجودين معانا تحسه يسوق فرحان، وحلو تعلم الطفل الأساسيات الصح، تعلمه تأسسه من الألف حتى الياء، يكون شعور حلو أنت كمدرب تدرب طفل أنه يكون بطل في يوم من الأيام. الهدف إن شاء الله وأطمح أني أوصل بطولة العالم، أن أشارك رالي داكار، وأشارك أبوظبي ديزرت تشالنج إن شاء الله، وبالبطولات العالمية إن شاء الله.